شكرا الزميل العزيز معز بولحية، شكرا قيس اليعقوبي، شكرا محمد عبد الجواد. معز لا مشكلة لديك وقيس بأن تنضم للمجموعة، وأهلا بك وأهلا بكل المشاهدين الكرام متابعينا عبر الجزيرة الرياضية. شكرا في البداية للزملاء على هذه الرؤية الفنية، ونتمنى أن يؤول الحال لمباراة مثيرة. اختلف عبد الجواد واختلف قيس، ولكن لا نختلف على المتعة التي ننتظرها بإذن الله من جانب الفريقين هنا، بازل وتوتنهام هوتسبرغ، إياب الدور ربع النهائي من بطولة اليوروبا ليج. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نتوكل. مع الوضع في الاعتبار عزيزي المشاهد أن لقاء الذهاب انتهى بهدفين لكل منهما في الوايت هارت ليلة سقوط جارس بيل وجلس، وبالتالي إصابات تواجه هذا الفريق. الحاضر أمامنا في الصورة أحد الأسماء الذي يحمل البرق العربي الجميل محمد صلاح، الذي قدم مباراة كبيرة في مباراة الذهاب يعول عليه فريق نادي بازل. مسرح المباراة هو ملعب فريق نادي بازل الذي يكتظ بحضور جماهيري كبير. بدأت المباراة بهذا التحاور وهذا العناق وهذا السلام بين مورات ياكين وبين بواش، وكل منهما يسعى لإنجاز ومواصلة السير على هذه البطولة، خصوصا فريق نادي توتنهام، لأن على الصعيد الجاري صاحب 43 عام تمرس أوروبيا وأطلق صافرة البداية، وبواقع الأقدام الكروية ننتظر لاعبين عما ستؤول إليه 90 دقيقة أو أن تستمر في متعة كرة القدم الأوروبية والتي نعيشها في الأيام الأخيرة. استمتعنا بالتشامبيونز ليج بمباريات والأجمل خلال اليوازل، وأمامنا اجتماع على الكرة فانتين ستوكر، تاية الكرة وتسديدة مرت وعدت إلى ركلة المرمى، مرت إلى ركلة مرمى الكرة الماضية من فابيان ستارن، تستخلص منه الكرة هو أول مدافع. 1-2 والثالثة وين الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، ومحمد يا صلاح، محمد يا صلاح، مرت الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، واللمسة الأولى للاعب أصبح أيقونة كرة القدم السويسرية بل مصدر الإلهام لها قوي تحت هذه الأجواء. كرة ملعوبة في منتصف الملعب، نقلة ملعوبة أمامنا، يا السلام على الكرة داخل منطقة الجزاء والهدف، يا السلام، يأتي الهدف الأول، يضرب توتنهام الضيف، يضرب بهدف أول يا جماعة، تمريرة ما أجملها، تمريرة ما أحلاها، والأنظار التي هطلت أسقطت سهوا المدافع فابيان ستار، فاقتنص الحاضر أمامنا في الصورة ووضعها. شوف التمريرة، يا الله 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 على هذه التمريرة، ودمسي ما بيهزر، دمسي ما بيهزر وما يلاعب، خصوصا أن القيمة كبيرة والهدف يعني الكثير. تمريرة بينية، يا الله، ماركر عادت لواركر مجددا، كرة في منتصف الملعب على الطريق موسى ديبلي، وهنا استخلاص الكرة والتمريرة ملعوبة، محمد صلاح يتقدم للأمام، يا الله، دونها وسجلها الفرعون، دونها وسجلها الفرعون، وقلنا يا جماعة سواح سواح وما ليهم جراح وكاسيهم جراح لمحمد صلاح، يدون الهدف وها هي البسمة تعاود مجددا لأن تتجلى في أرض السويسريين بهدف محمد صلاح. غلطة الشاطر بألف، غلطة الشاطر بألف، لاعب من خطاياتي وسيجرتسون أمامنا في الركلة الركنية، كرة داخل منطقة الجزاء رأسية في أحضان حارس المرمى يان سومر. ومن جانب فريق توتنهام تغيير اتجاه اللعب، يا السلام، بصورة ممتازة تغيير اتجاه اللعب وترويض بعد ذلك من كيليان، يحاول التقدم للأمام، يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء واستلام وتهيئة الكرة وتسديدة، الله عليك، الله الله الله، لعبة يا جماعة خليك من التسديدة يا ديمبلي، ولكن جاءت من كم تمريرة، من كم تمريرة وكم تنويع. كرة ملعوبة ما زالت انطلاقة، هنا محاولة ديبايور وهذه خليها لقطات تيري هنري، هذه يحاول أن يستلفها ويستعيرها واحدة من بتعسري. 1-2 والثالثة وين؟ الثالثة إلى خطأ، خطأ على كيلي نوتن، خطأ على كيلي نوتن في امتعاض واعتراض واستقراب على قرار حمام، واحدة بواحدة والبادي أظلم، هجمة بهجمة، انطلاقة في الأمام وكرة ما زالت أمامنا وخطأ في الكرة الماضية، ولعت يا جماعة، بدأت تحت وميض، تحت وميض نار هادئة، ولكن بعد ذلك اشتعلت، اشتعلت المباراة. وكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، وصلت الكرة هنا أمامنا. ومع هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام عبر جزيرة الرياضية، حكم المباراة أوليغ يعلن عن نهاية شوط المباراة الأول بين فريقي توتنهام هوتسبير وفريق نادي
بازل بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل معز بلحية، شكرا قيس اليعقوبي، شكرا محمد عبد الجواد، تحياتي لكم دوما الوطن الجميل، مشاهدينا متابعينا عبر الجزيرة الرياضية، وأسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة في هذا اللقاء الذي يجمعنا وإياكم ضمن إياب الدور نصف النهائي من بطولة اليوروبا ليج، لقاء يجمع بين فريقي بازل وفريق توتنهام والانتصار بأكثر بنتيجة تعادلية أكثر من 2-2. ركلة ركنية تأتي لتوتنهام داخل منطقة الجزاء عن طريق أدي بايور، والكرة في أحضان حارس المرمى، كرة في أحضان حارس المرمى، الكرة الماضية عالية ملعوبة من جانب إيمانويل أدي بايور، هو الأول في التاريخ، وفي الجانب الآخر صاحب 41 عاما سنوات امتدت يواصل حتى الآن تعلق بين الخشبات، وكرة ملعوبة، السلام يا السلام، يأتي الهدف الثاني ويفعل فريق بازل ويقرع ماكلي المرة الثانية، يقرع الشباك ويعانق الشباك، دراغوفيتش الضيف القادم من الخلف يأتي بالهدف الثاني في المباراة، ثاني بعد هدف المصري الأول يأتي الهدف الثاني، ولسان حال توتنهام أذان المصري من البداية، أذاني ويعاني توتنهام مع فريق بازل. شخصيا وما تعلمناه في المرة الماضية، انطلاقة في الأمام وخطأ في الكرة الماضية، ما علمت المباريات الماضية خصوصا مباراة بروسيا دورتموند وميلان. كيلي واركر يلعب الكرة في المنتصف، تمرير من جانب كيلي واركر إلى ديبلي، إيمانويل أدي بايور داخل منطقة الجزاء، ماشويرو في الشباك الخارجية، في الشباك الخارجية من إيمانويل أدي بايور، التي تأتي مباشرة، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، دراغوفيتش كاد أن يصيغ السيناريو للمرة الثانية، والوضع يا جماعة شوف كرة موزونة، كرة ملعوبة، ما زالت الكرة هنا أمامنا في منتصف الملعب، استلام يأتي والتسديدة يا نني، تسديدة نني في الكرة الماضية، يعني أبناء مصر ناوين أن يدون أسماءهم، حبكة لاعب وسط، ركلة ركنية وكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، في أحضان حارس المرمى، في أحضان حارس المرمى، ارتقاء ما أعلاه ما أجمله، ولكن في أحضان حارس المرمى، في أحضان حارس المرمى، شوف ارتقاء من أحد أفضل لاعبي المباراة. الكرة في منتصف الملعب، تمرير عن طريق ستون، يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، فعلها، نعم فعلها توتنهام، دونه وفعلها توتنهام، أكبر يفعلها الآن فريق توتنهام ويعادل النتيجة، فرحة يا جماعة، قلنا الإنجليز لا يعرفوا معنى الختام، وموضوع ملغي تماما من قاموسهم، موضوع الختام، الآن خذ متعة، الآن استمتع وتسمر أمام الشاشة، وأخذ مرة الكرة الماضية، عارتنا أمامنا، تقدم يأتي أمامنا، ومحاولة داخل منطقة الجزاء العرضية، الله 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 عليك يا ستيلر، والروعة تتجسد عن طريق براد فريدل الذي يتصدى للكرة الماضية بطريقة رائعة، كرة ممتازة وتقدم لوالكر، والكرة ملعوبة، 1-2 والثالثة وين؟ أوه مرة ما زالت أمامنا، ملعوبة عرضية إلى ركلة ركنية، يلعب الكرة أمامنا، فان إبسيار تقدم في الأمام وانطلاقة وخطأ يأتي، لو مرت كان فيها كلام ثاني، كان فيها كلام ثاني، والبطاقة الحمراء تلوح، كل ما في كرة القدم يلخص في هذه المباراة، كل ما في كرة القدم، اختصار كرة القدم في هذه المباراة، من تانب الطرد لا يولد قوة تقدم أمامنا، وكرة ملعوبة على حدود منطقة الجزاء، خطأ من مكان لو أتى قاتلة بل في مقتل، في مقتل ستكون لو أتى في هذه اللحظات، غضب وحوارات بدنية كما ذكرنا، قلناها يا جماعة، هدوا يا شباب، مباراة فيها كل ما يمكن أن يحدث في كرة حتى الآن من الجانبين، كرة ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، ومع هذه اللحظات مشاهدين الكرام يعلن حكم المباراة الحكم أوليغاري عن نهاية هذه المباراة، وبالتالي مجد بعد ذلك في مباراة بكل أمانة نستمتع بها ومتواصلة متعتها بكل تأكيد. شكرا لك معز بلحية، معز انت لو تكسب هذا
الخلاف الجدلي الأخوي الموجود في الاستوديو، والفائز يعزم الثاني على حاجة تكون 100% معاك وتكون أنت كسبان ونحن كسبانين. عموما التحية لكم وللزملاء في الاستوديو التحليلي على هذه الرؤية الفنية، مشاهدينا الكرام متابعينا عبر جزيرة الرياض عن طريق فابيان فري، يلعب الكرة لمحمد النني، والنني بتسديد فنني، استلام من وين وتسديدة من وين؟ حبيبي حبيبي يا نور العين، أداءك أنت ومحمد صلاح ما في منه اثنين، ما في منه اثنين. تسديدة يا الله، القائم يجامل الضيوف ويعترض على تسديدة محمد. ملعوبة في الأمام وانطلاقة عن طريق اللاعب ناوكي، نتقدم للأمام إيمانويل أديبايور، مر في الأمام من الثاني من الثالث، يحاول أن يأتي بحركة أو مهارة ميسية، ولكن البطاقة الصفراء تأتي على محمد النني. بطاقة صفراء أو إلى فابيان فري، نقلة ومحاولة المرور، تسديد الله، غير الزاوية، هي مش ناشية معاكم، القائم الأيمن لحارس المرمى غير الزاوية، يمكن تضبط معاك وتمشي معاك. هذه المرة من دياز حاول أن يغمسها ويركنها في الزاوية، ولكن الكرة إذن مع هذه اللحظات مشاهدين الكرام، تم عمل بحث طويل عن طريق بروفيسور من السودان اسمه الدكتور نصر الدين، وقدموا للفيفا وأجريت التجربة باسمه رسميا بأن اللاعب يفقد كمية كبيرة من المياه، وهذا كان بعد المونديال. كرة عالية وبعد الكرة الماضية حاول ما زال التمريرة، كرة داخل منطقة الجزاء، فراي باللمسة الأولى. يا جماعة قلنا لكم هذا عقاب، هذا نزول عقاب، عقاب وصداع. شوف العلم المصري يظهر في المدرجات حضورا ومؤازرة كما كان يوم الأنقر. يا السلام على اللعبة وعلى التحرك واستخلاص دفاعي للكرة الماضية، ما زالت أمامنا ملعوبة العرضية وين الرأسية، ولكن حارس المرمى يتصدى للكرة الماضية. منذ دخوله ما عليكم يا دفاع توتنهام إلا هو مراده بواقع المباراة وبعد حالة الطرد التي وصل إلى الحصل عليها الفريق. كرة مبعدة، ومع هذه اللحظات إذن يعلم مشاهدين الكرام حكم مباراة أوليغاريو عن نهاية هذه المباراة بالتعادل بين الفريقين، وننتقل في أشواطها الإضافية، وننتقل الآن لركلات الترجيح. معز بولحيا، شكرا للزملاء في الاستوديو التحليلي. إذن ركلات الترجيح بين الفريقين، والركلة الأولى لفريق بازل، تقدم في الأمام، سلام سلام، يضعها في المرمى، هدف يأتي رغم أنها في زاوية حارس المرمى، والتقدم هادستون دخل كما ذكرت في شوط المباراة الثاني وقدم شوطا رائعا، تقدم هادستون السمر في هذه الليلة، في هذه الليلة الظلمة. من القائد ماركو أستر، قدم من ماركو، ضحى نعم في المرمى، يضحى في المرمى، يدون الهدف الثاني على يمين حارس المرمى الحارس براد بريدل. الفرق تدرب لاعبيها خصوصا التي تأهلت للبطولات على ركلات الترجيح يوميا بصورة متواصلة إلى أن يصلوا لمجموعة ثابتة تلعب الركلات ليتعذر من هذه الأدوار. تقدم الآن أمامنا من جانب توتنهام، الثانية في المرمى، في المرمى، السلام بصورة في وسط مرمى، ملعوبة من سكسون. إذن 2-1 حتى الآن لفريق فريد. قدم أمامنا كرة ملعوبة، شباك في الشباك، في الشباك بصورة ممتازة عن طريق فابيان فري، وتمرسوا على ركلات الترجيح. الآن إيمانويل أديبايور، في بعض الأحيان يقول لك من يتألق في المباراة يضيع، ومن لك أن يسجل. عموما هل يفعلها أديبايور؟ وداها لندن أديبايور.
أديبايور وأضاع الثانية. هي مباراة ليست للذكرى، ليست للذكرى والاستحضار، عمل فيلم، عمل فيلم قبل أن يلعبها أديبايور، وبعيدة كل البعد عن درب المرمى وتنهام. الآن دياز من أمريكا اللاتينية في القارة الأوروبية، هل يضع بالية كرة ملعوبة؟ نعم، دونها في المرمى دياز، يدونها ويحسمها. تاهل بازل، تاهل بازل إلى نصف النهائي. لأول مرة في التاريخ هذا الفريق السويسري يتأهل إلى دور نصف النهائي كرة القدم. إذن هذا الفريق وتجعل من دياره يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة اليوروبا ليج، في إنجاز غير مسبوق.